FM. الكلمة ليك. احنا نقول مش تو الواجب مش كان على الدولة، على التونسي هو زاد. يلزم احنا اليوم نعطيه وجه باهي لبلادنا، وإذا راه وجه باهي ما يلزموش يكون نهاري مبارك، راهو يلزمو ديما، راهو يلزمنا بكلنا نلتزم، بكلنا نخدمو، بكلنا كي نحترموا القانون، بكلنا معناها نتعاملوا بالثقة. هذاك يلزم مناخ طيب، معناها هذا باش هذه نقولوا معناها تمشي الإدارة نتاعنا ما تلقاش لو سيرفيس إلى لهم، ما نحترموش الأجال نتاعنا يقلق. اللي يخدم يلزمو معناها معناها يخدم بضمير. هذاك اللي لازم ترجع لنا معناها عقلية العمل. معناها راهو شوف راهو لي بلو فورت كابيتاليزاسيون في العالم، لي كابيتاليزاسيون بورسيير راهم ليهم بترول وليهم ايموبيليير، راهم سون دون لا تكنولوجي، سي لا ماتيير غريز. راهو حتى شيء ما اليوم راهو إذا كان نخدموا الأفكار راهو عندنا معناها نجموا، راهو نجموا نوليو لاباس علينا في تونس. من مشاريع برشا نجم نقول لك عندك عندنا اليوم راهو لافريك اللي هي المستقبل تو افريقيا، واحنا نجم نكونوا راهو لا كابيتال دو لافريك في عدد واحد كيما لونسينيومون سوبيريور كيما السونتي. معناها عندنا دي سيرفيس وعندنا سافوار فير كبير ياسر اليوم يلزمنا نخدموا عليه. راه معناها راهو اليوم المستقبل مابقاش راهو في البترول واحد، معناها اليوم راهو تتبدل قاعده، تتبدل حتى لي زينيرجي، تتبدل برشا حوايج. اما اليوم العمل راهو سي لا ماتيير غريس اللي نخدموا على ارواحنا. يلزم نعرفوا راهو منتدى الاستثمار مش نصحوا غنيه راهو غدوه به، هذاك راهو ماهو الا ان ابيل مقدمه، ان ابيل بور لي زامبيش باش نخرجوا به ان شاء الله. نتمناو اليوم لبعض المستثمرين يمضيوا، نعرف بدات الامضاءات مع فرنسا. يلزم هذا المستثمر 3000 مليار نعم، المستثمر هذا اللي يجي يلزم هو يولي يسوق لنا، يسوق فكره باهي على تونس. كاب اف ام الكلمه ليك.